لسه بيبعتوا لي تحديث وسط اب. شوية ده وسط كيف دي عمار؟ وعلى الرغم من كل شيء عمى ايه مطلوبه موظف بيشتغل على الكمبيوتر وبيحكي لغات. شوف شو يخرب بوستا ولا هادي بعرفها انا هادي بعرفها شو. ولا هادي ما عملي ما بتاكل النيران ولا ملياردير هادي ولا هادي شوف لك هادي بتملك نص الكره الارضيه اذا مش اكثر. شو عم تحكي لك ايه لا حد حبيب قلبي فتح لي مخك ايه لا تنحو وتيبسو مثل ما مكتوب هيدا العنوان هون بالجريدة بتقدم عليه واي حدا بيسألك سؤال قل له ايه بعرف مش التنح وتيبسو مثل العادة باردوني سيزمواها فهمت علي شي فهمت عليك معناتها طالع لعنده فورا على المكتب وقدم على الوظيفة ولي حدو الحكاية ما بدها تفكير ما بدها كل هالقد بس وعينك مثل ما اتفقنا ايه نص بنص يعني 50-50 فهمت؟ وجب الله معك هيدي مرحبا أهلا وسهلا تفضل طيب. فيني ساعدك بشي؟ حضرتكم منزلين إعلان بالجريدة وطالبين موظفين مزبوط وحضرتك بتعرف تشتغل بالكمبيوتر والبرمجيات؟ طبعا هي دراستي وعندك شيء إلمام باللغات؟ طبعاً وبتقن أكثر من لغة عندي 4 لغات وهلا عم جهز للخامسة إن شاء الله هذا المطلوب صار متقدم لنا أكثر من 40 شخص ولهلا ما حدا استوفى الشروط يلا عن إذنك مدام إجا شاب من يلي بدهم يتوظفوا طيب خليه يدخل حالا مدام الو اهلا 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 نجا اجي لعندي إيه لا بس طولي بالي هلا بيجي بس بدي احكي لك شغله معلمي حدو عم يحكي مع هي اللي اسمها ليليانا وبيجوز هلا يروح لعندها اي خل هلا بيجي لعندي بس مع ليليانا اوعك ها تاكدي وهلا رايحه يلا بدك شيء يلا با قولي لك يخرب بيته لسانك الله لا يوفق والله يبعت لك حمى والله لا يفرمي مع المحده لك هذا طويل وإيده فارطي تعرف لغات؟ ترى اللغات من أولويات عملي كتير ضرورية طبعا مدام 4 لغات إنجليزي فرنسي ألماني إيطالي ولا عم بعمل دراسة للياباني برافو بس ما عرفتني على اسمك اسمي حسن حنوني أهلا وسهلا سيد حسن اعتبر حالك صرت موظف عندي بس ترى كتير ضروري تحافظ على أسرار مكتبي وعن شغلي ولو معقول سر كبير طيب وراتبك مبدئيا رح يكون 35,000 ليرة شكرا لك مدام هلا بإمكانك تشوف السكرتيرة وتباشر عملها ايه حدو طمني حبيبي ايه انقبلت ولك دخيل بصبوص بصبوص ولا عينك ايه ليك حبيبي كويكلي كويكلي باردون اوكسيزمو هلا بتشيل عندي هلا 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 بتشيل عندي ندخيل عينك انا حبيبي حدو شاطر هيدا الكلام وبتوقع بحبها انا لا وكل يوم اتصال وتأمرني وهي وبتغازل لا من يومين احنا عن بيع البوزه انا ناكل بوزه دقت له واكله تقبلتي يا روحي ويا حياتي انا بتوقع بحبها وكل يوم كل يوم بحكي معها ما بدي اكذب انا والله لموتك يا حدو والله لا اخنقك بايدي هدول ولا وانت كمان اذا ما بتحكي لي شو بيصير معهم كلمة تفصيلة تفصيلة والله لموتك وفرمك فرم هيك عفرم فرم فرم وي
وي لا معلمتي، هو انا راح احكي لك كل شيء وبنعد هذا الفهم وتفصيله تفصيله. لك يخرب بيتك يا سعدو على هالبلود بتلاقوا وبتخلص من هون. وي ولك دخيل قلبك لوحده، ذكي وفهمان. هات لشوف. اسمع، انا اللي بدي اياه منك تنغمش لي امورك، ولك بدي عيونك تضوي ضوي مثل الابيلانس اكسز موا باردون. ولك لما تشوفها بتقلا اتنقل يا غزالي يا ابو العيون السود، وليه عطوس وليه عطوس بوشها، عطس لحب وامان وحنان. ولك صحيح هي عمرها 90 سنة، بس المثل بيقلك ولك كل ما عتق القصب بيحن. ولك ايه بيحن، حبها خي حبها. ليك في شغله ضروريه كتير، اي حدا من الصبايا اللي حواليها اصحى تعطي اهتمام لحدا، طلع فيها هي هيك وبس، وقل بحبك بحبك لو صار عمري 90 وانت بنت 90. ايه زجل خي زجل وشعر، معلش حبها بدي هيك هيك. فهمت علي؟ أنا كتير ضعيفة بالكمبيوتر، بدي إياك تعلمني. شو عم تعملي هون؟ ولا شي مدام، بس يلا 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 بسرعة على مكتبك. ولك العمى، معقول يكون حاببته وحاببها؟ لك ولي على حظي أنا. معلمتي انا ما بكذب وما بحكي غير الصدق، ومية بالمية في علاقه بين حدو ونيليا، واكيد بدهم يتجوزوا. لك الله لا يوفقك، الله لا يوفقك على هالخبريه. لك والله اذا بيطلع حكيك صح لا اطلع انا باخوانيك. ان شاء الله ما يتجوزوا مشان ما اطلع باخواني. انتبه شوف شغلك. يلا اضوي اضوي يلا. معلمتي معلمتي. ايه؟ لك احلى خبر جبت لك اياه. شو؟ ما رح لا يتجوز لا ليليا ولا معلم حده. ايه ولك ايه هاي الاخبار الحلوه، يسلم لي قلبك. تعال يا عمري تعال تسلم لي. لك تسلم لي يا معلمتي. نروح انا معلمتي نروح. اضوي معلمتي. أهلين سعدو، أخبار مو صار رجعي بسعدو يا معلمتي. شو؟ شفت مع أمي حدو مع ليليان راح محل الصياغة، وبجوز راح يجيبوا الخواتي. ولك الله لا يوفقك يا رب، ولك الله لا يوفقك. ولا أنا شو منبهتك ولا أخواني أكا أخواني أكا رح شيلع. أهلين سعدو يلا باي. يا معلمتي خبر حلو حلو حلو. شو؟ تذكري وقت راحوا لعند محل للصياغة عساس دون يشتروا معلم حدو وليليان خاتم؟ ايه. فأنا من فلهويتي وذكائي يا معلمتي، تعرفيني أنا. ايه ايه
حطيت ابني على هالمحل شو طلع معلمتي؟ شو؟ بدها تبيع خاتمك يمكن ما معها مصاري. ايه ولك يسلم لي قلبك. ها هذا الخبر الحلو لك، انا بعرف انه بحبني انا. لك عيني ربك تعالي حلو. لا خليني اروح انا. لا تعال بس معلمتي كرم علي كرم علي كرم علي كرم علي كرم علي كرم علي سيدك. ليكون عم تتعب شايفتك شوي مرهق ما هيك؟ ليش ما عم تيجي لعندي على المكتب؟ ليه ما عم تطل علي؟ اليوم عزمتك على الغداء، عملت لك أكل كتير 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 رح يعجبك. طبخت لك بإيدي هدول ملوخية وليانجي ومحاشي وكبسة وإن شاء الله كل شي بيحبه قلبك. أوكي حبيبي. أوكي. إيه حبيبي صلي أسبوع لازم أرجع على بيتي. لا شو ترجع على بيتك؟ قلي حدا زعجك؟ حدا ضايقك هون؟ لا حبيبي ما حدا حرجني ولا حدا ضايقني. لك ما بدي ضايقك لك يا قلبي. لك شو تضايقنك حبيبي؟ أنا وحدانية بعدين كتير مرتاحت لك وحاببتك، يعني بيهون عليك أنا ضل وحدانية؟ لا 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 شو يهون علي وأنا وحدانية يا قلبي؟ إيه خلص لك يعني خليك عندي، يلا قوم اتعشى لقمتين وبعدين نرجع منحكي. على عيني. يلا حبيبي حسن بدي ما تتعب حالك ابدا. ايه بتخلص شغل وبتيجي بتتغدى معي بالفيلا. اوكي حبيبي مو بس هيك بتجيب شنطتك وبتيجي بتنام هون عندي بالفيلا. بس مدام لا تقلي بس حسون خلاص. أوكي؟ اوكي هون في مين يطبخ لك، في مين يهتم فيك، في مين يعشيك ويغديك. اوكي طيب مدام خلاص حبيبي يلا مع السلامة. باي باي. قالوا نفس أرجلتك على نفس أرجلتك وأشو عم بتقلها بحبك بحبك وما بحب غيرك أنا ما بحب غيرك. يعني شو يعني بتكرهني أنا بتكرهني؟ مين قال لك؟ سعدو لك غبي لك ليش عم تقلنا اللي عم يصير بيني وبينك؟ يعني معلمي انا ما بدي احكي بس هي نجاة يعني ساوت شغلات غرتني فيها، لك قبزتني بعيونها، لعبت لي بشفايفها، يعني حركت لي بخدودها، يعني انا شو ساوي اخي؟ واضطريت احكي يعني خلص شو بدي اعمل؟ يا اخو شو قلت لها كمان؟ يعني معلمي حكيت لها كل شيء، ما خبيت علي ولا نقره. وحياتك اذا بتعيدها لقص لك لسانك وعمله شقف وكباب. ومن هلا ورايح بوعدك لا نجاة ولا غيرها بنشل تمي شلل اذا بحكي كلمه. ايوه مدام. ايه عم حاول اتصل كثير ما عم يعلق الخط. حاضر مدام. اوكي ولا يهمك. ايوه ابو اكرم وصلت البضاعه على مينا بيروت؟ كثير منيح. هلا ببعث لك مليون دولار تكرم عيونك. يلا يلا باي مع السلامة. يا أستاذ حسن وينك لهلا؟ المدام صارت تسأل عنك كتير وعم يطلع موبايلك خارج تغطية. هي جوا؟ ايه ايه جوا. يلا رح شوف لك اياها. سوري مدام بس الأستاذ حسن وصل. خليه يدخل بسرعة. حاضر مدام. شو عم تخطط معلم؟ عم بخطط شغلات كتير كبيرة للمستقبل. رح ترفعنا فوق 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 وانتي رح تكوني الأولى معي. أيوه
عيونك. سبب تأخيري كان عندي شغلة وحليتها. بصراحة بصراحة انشغل بعدي عليك. ليش ما عم ترجع الجوال؟ ما في شيء معلمتي. مين هاي اللي عم تحكي معك؟ والله ما في شيء، ما في شيء. لا تشغلي بالك. افتح لي سبيكر لك. سمعني لشوف. رد عليها. سمعني. وليه أنت فكرني أنا ولد صغير عم تضحك علي؟ وليه أنت واحد نصاب إيه؟ واحد نصاب وزنيخ. وليه طلع بالمصاري أحسن ما أطلع بكرشتك إيه؟ والله أنا اسمعوا ليه؟ أنا اليوم بدي المصاري. أنا اليوم بدي إياهن وإلا وينك؟ وحياة الله بيشلع لك عيونك من راسك ها؟ حبيبي أسبوع وبيكونوا 700,000 ورقة عندك. لك بترجاك ببوس ايدك ببوس ايدك خلي لك اولادك وليه تربق الدنيا على راسك فهمت ولا ما فهمت ال 700,000 ليرة اليوم بدي اياهم فهم علي بقى لك يستر على حريماتك لا تفضحني ببوس ايدك اذا ما بيكونوا عندي المصاري لتربق الدنيا فوق راسك فهمت ولا ما فهمت وليه الليلة بدي اياهم الليلة بدي اياهم فهمت صحيح صرخت وبقيت الحنجرة تبعي بس بلكي بيرجعونا المصاري شو بيرجعونا شو صدقت حالها هيك ما هو ما في مصاري يلا يا حدو شد اللي حولك شد اللي حولك اللي بدنا ناخدهم 350,000 ليرة منيح بسيطة حبيبي ولا يهمك هلأ بتروح على المحاسبة وبتاخد 700,000 بتشلفهم بوشه لهذا الحقير التافه عم تسمعني حبيبي؟ ما بديك تزعل أبداً ولا يهمك فداك اندرتك بس كتير هيك معلمتي كيف بدي سدد لك ياهم؟ لا لا حبيبي لا ما في فرق بيناتنا في بيناتنا مصاري نحنا أنا وياك واحد بعدين زودت لك فوق راتبك كل شهر 50,000 ليرة الو اي حدو مش الحال ولك يا باردون ولك يا اكس الزموها وليه ولك دخيل بصبوص ولا بصبوص عينك ها؟ يعني مش الضرب يلا اليوم ها؟ وبنفس المكان وهون عندي جيب المعلوم لك حبيبي ولك حدو ليك صحيح راسك يابس بس بحبك حبيبي حدو هيدا الكلام الرقم غير مخصص يخرب بيته مراته نصاب ولي صحيح روسك يابس بس قلبك طيب وحنون باردون واكسس موا ورعد لك اياها مره تانية انكور يعني باردون واكسس موا اعطينا المعلوم جامد سوا يعني بحبك حبيبي حقك الطبيعي هاي نص وهي نص صحة قلبك حبيبي خيي باردون اكسس موا اكيد الشريحة طقيتها ها والرقم غير مخصص ولي هيدا المطلوب انكوخ ما في شي نصبة تانية مجهز لنا اياها معلم نصبة تانية روح حبيبي روح لا تستعجل على رزقك روح وحياة عيونك look into my eyes احلى نصبة شو احلى نصبة حبيبي